أعطوهم أنتم ليأكلوا. باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. أحبائي النهاردة الكنيسة بتدعونا اللي احنا نتأمل في إنجيل يوحنا الفصل 6 من آية 1 لآية 15. إنجيل الخمس خبزات والسمكتين، إنجيل الإفخارستية. وعلى قد ما احنا تربينا من واحنا صغيرين على انجيل النهارده وكلنا حافظينه، على قد ما كلمة ربنا امينة، لان كل مرة بنرجع نسمع فيها كلمة ربنا، ربنا قادر ان يكون بيدي حاجة جديدة لقلوبنا. اعطوهم انتم ليأكلوا. الافخارستية معجزة الايمان المسيحي الحقيقية، معجزة حاجة من بره زي ما هي ما بتتغيرش، لكن من جوه في عندنا جوهر بيتغير. ولو في حاجة المؤمنين النهاردة محتاجينها في قلب الحياة المسيحية، هي ان حياتنا تبقى إفخارستية. يعني يمكن بالمظاهر بره ما فيش حاجة بتتغير، يمكن بالظروف اللي بره مفيش حاجة بتتغير، يمكن بالأحوال اللي حوالينا مفيش حاجة بتتغير، لكن قلب الإنسان هو اللي بيتغير. لأن أكبر معجزة قادرة تحصل لأي إنسان هو اللي قلبه يتغير. المسيح عمل معجزات كتير، شفى الأعمى وشفى الأعرج وقوى الناس من الموت، لكن أكبر معجزة قادرة تغير قلب الإنسان هي الإفخارستية، القلب اللي بيتغير. إن نحط القليل اللي معانا قدام ربنا ونسيب ربنا يشتغل، لأنه الإله الحاضر، ومعجزة الإفخارستية هي معجزة الإله الحاضر. وعد ربنا لينا هو وعد الإله الحاضر. ولا مرة ربنا وعدنا إن حياتنا هتكون أفضل، أو حياتنا هتكون أحلى، أو معاه هتكون حياتنا من غير مرض أو وجع أو تعب أو ضيق. لكن وعد ربنا هو وعد الإفخارستية، وعد الإله الحاضر. وقت التعب أنا حاضر، والزعل أنا حاضر، وقت المرض أنا حاضر، وقت الفرحة أنا حاضر، حتى وقت الفراغ أنا حاضر. وحضوري هو اللي قادر يدي طعم ولون وريحة، وقادر يغير قلب الإنسان. خلونا النهاردة قدام الإفخارستية نرجع نكتشف الإله الحاضر في قلب الإنسان، اللي قادر يغيره واللي قادر يبدله. ولإلهنا كل المجد دائما أبدا آمين.